السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من مدينة سطات. معنا واحد الحالة صادمة، حالة اجتماعية وإنسانية ديال هاد الشابة اللي دارت واحد العملية جراحية على العمود الفقري ديالها. هذه مدة 3 سنين 4 سنين، لمدة 4 سنين عملت هاد العملية الجراحية على العمود الفقري. كيف ما كتشوفوا يعني مسكينة، يعني ما كتفارقش الفراش ديالها. الظروف الاجتماعية ديالها ما كتسمحش، كتطلب ان شي حد يتكلف، بغات غير دير الترويض باش تحرك باش تشوف الدنيا. غادي تحكي لنا شنو واقع. تفضل يا الوقت شويه. السلام عليكم. عفاكم، انا درت العمليه دابا ديال 4 سنين تاع العمود الفقري، درتها من فوق جيت العنق. الحمد لله العمليه نجحت، وقال لي خصك ديري الترويض، ولكن ما لقيتش الناس اللي يعاونوني. كنت كندير الترويض في الاول وكنحبس، كندير وكنحبس لين ما كملتش. بغيت دابا الناس الله يجازيكم بخير يعاونني شي واحد باش ندير الترويض، يتكلف بيا باش ندير الترويض. واصلا الناس 4 سنين وانا كنعس غير على ظهري، ما كنتحركش، ما كنقدرش نتقلب لا جنب هكا لا جنب هكا، وكيوناض فيا واحد طياب حاشاكم، وبدا كيحفر يحفر ليا في اللحم ديالي، وقالوا ليا ضروري خاصك تشوفي الطبيب، حيت ما بقاش غير صغير، ولا كي غادي كيحفر كيدير ثقبه وكيخرج من واحد ما فيه واحد ريحه خايبه حاشاكم. وقالوا ليا ضروري خاصك تدخل طبي دابا، ما بقاش غير الدواء ديري وصافي. الله يجازيكم بخير. كيف عايده؟ شحال من المده وانت تصابيتي بهاد، يعني درتي هاد العمليه الجراحيه؟ العمليه دارتها دابا 4 سنين، في 31 في شهر 1 2018. يعني واش كان كيضرك الظهر ديالك ولا شنو الاسباب اللي خلاتك باش ديري هاد العمليه الجراحيه في العمود الفقري؟ انا من 2014 بديت كان رجليا كيضروني، كنت مغادا كان كتدخل ليا رجل في رجل بحال كنبغي نطيح، ويدي مره مره كتكوانسه ليا وما كتبقاش مقدرش نهز شي حاجه. و بديت شفت الطبيب في الاول، قال لي راه غير الاعصاب وداك الشيء، وكما ما كيماش شي الاعصاب ملي بديت شي حاجه الدواء وداك الشيء. في الاخر من 2014 كنت درت كروسه، 2015 جلست ما بقيتش كنتحرك شويه، عاوتاني الحمد لله بفضل ديال الله بديت ثاني كنتحرك شويه. ملي مشيت قال لي ضروري خصك ديري ليرين، ومني درتو قالوا لي عندك واحد الحبوبه في العمود الفقري عندك الفوق جيت العنق، ضروري خاصك ديري عمليه باش تحيديها. وبقيت من داك الوقت وانا كنجري ونجري في السبيطار، وكنمشي ونجي نمشي ونجي، حتى قالوا لي راه درت العمليه في 2018. معنا الاخت ديال الاخت ديال سعيده اللي غادي تتكلم وتحكي لنا يعني الظروف اللي كتعيشها. تفضلي اختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي الله يجازيكم بخير. بغينا اللي عاوننا في الأخت ديالي دير عملية كيف حكيت لكم في 2018 فاش دارتها. الحمد لله على كل حال، المهم المصاب حنا راضين بقضاء الله، وحنا عائلة على قد الحال، ما في حالناش ما في جهدناش، داكشي اللي قدينا عليه حنا درناه، حيت انا اللي مقابله الاخت ديالي وني اللي شايفه الحاله ديالي، لان مأثرة كثار من هنا اللي كنشوف اختي مناش تدوز ومناش تتعاني مني فتحت، وانا اللي مقابلاها. مني دارت العمليه من وراها كانت خنقات لينا اصلا، وكانت دوزت واحد شهرين في الانعاش ديال 20 غشت، راه عندنا الوراق وكل شيء دابا نصوروا لكم. وكانوا فتحوا ليها في عنقها، هي كاينه عندها كنتو شفتوا واحد ثقبها هو كاين هنايا في عنقها، كانوا فتحوا ليها باش كتنفس، كانوا مدوزين لها تيو من تما باش كتنفس. الحمد لله دوزت واحد العام كنا كنأسبيريو، خرجت من السبيطار كاع وجبت معايا لاسبيغاتور وكنأسبيريها في الدار مدة تقريبا عام. تقريبا هكا دارتها في شهر جوج فاش دارت فاش فتحت عنقها، وفي شهر 11 عاد حيدتها، عاد حيدت ديك الصدفه اللي كانوا دايرين ليها، عاد سدوا عليها الحمد لله. واخا باقي كتعاني من هذا المشكل ديال التنفس، لحقاش اللي من عندها باقي ما كتحركوش، باقي ثقيل بزاف ما كتحركوش، باقي كتعاني عندها مشكل ديال الريه ما خداماش عندها مزيان، كتكحب بزاف حتى كتخناق. خاصني ضروري نوريك لي على صدرها، مني كنت جالسه معاها في الانعاش ديك شهرين كندخل عندها وداك الشيء، علموني كيفاش نقابلها وداك الشيء. ضروري خصني نوريك لي على صدرها باش تطلع الكحبه باش تخرج حشاكم هذيك التنخيمه من فمها باش تنفس باش ترتاح. الحمد لله. ودابا من شهر من تقريبا من رمضان ديال 2021، قرب يدخل رمضان ديال 2021، خرج فيها الطياب، واحد الطياب من ذاك الوقت وانا كنعالج ليها فيه، من ذاك الوقت كنعالجو شويه وكيعاود ينوض، يلاه كنعالجو شويه ويعاود ينوض.
دابا دار ليها واحد الثقب عاوتاني خرج، وهذاك الثقب كان ثقب لداخل عاجة خرج على برا، وتيخرج حشاكم واحد المريحة ديالو كريهة. انا ملي كنبدلها تنحبس النفس يا اختي الحمد لله، ولكن الريحة ديالو واحد الريحة صعيبة بزاف الحمد لله. وبديت كنظف لها دابا جوج مرات، وانا تنلقى واحد فريتيتا ديال العظم، يعني هذاك الطياب وصل ليها المرحلة الرابعة، وصل لها المرحلة الرابعة، يعني بدا كياكل ليها في العظم. وحنا خفنا غير تاني لا تكال العظم نولي، وحنا كنا كان عندنا امل اننا تنوض لينا، ولينا خايفين لا تكال العظم يعني ما تبقاش تنوض كاع، صعيب الحال. امي مرا كبيره عندها 61 عام، يعني ما غاديش قد تقابلها، انا مجوجه وكان قابل داري، وخصني نجي نقابل اختي حتى هي، وفي الليل خصني نبقى تنبدل لاختي عاد نمشي. حنا بغيناكم، الله يرحم لكم الوالدين لوجه الله، الله يجازيكم بخير، تعاونونا غير التطبيب ديال اختي، حنا ما بغينا لا فلوس لا والو، بغينا اختي دير الترويض وتمشي للطبيب على حساب هذاك الطياب، الله يرحم الوالدين. اختي يعني ما شفتوش ما تواصلتوش مع شي جمعيات هنا ولا شي محسنين هنا بالمدينه ديال القطاط؟ والو، حنا كانوا العائله الله يجازيهم بخير عاونونا في الاول، كانوا يعني انسان راه داك الشيء اللي قد عليه داروا، عاونونا كدير الترويض، ولكن الترويض فتره وفترات كتجلس بحال ما كنديروا حتى شي حاجه، كنكبوا الماء في الرمله، خاص الترويض يبقى مستمر حتى كتوحق الله العظيم، ولا حتى كتولي نشدوها ونوقفوها، تكاليف كثيره وحنا ما في حالناش، ما في حالناش، وخصها دير يعني هي خصها حصه كل نهار، كل نهار دير حصه. بالنسبه لهذه الحاله اللي فيها هي دابا يعني حصه كل نهار؟ كل نهار خصها دير حصه، كل نهار عندها حصه في النهار، حصه في النهار باش يلاه تحسن، وخصها تبقى ديرها حتى تنوض، يعني ما محددينش لها الحصص، خاصها تبقى دير الترويض حتى تنوض. كانت شويه بشويه ولينا كنشدوا انا وماما من ايديها وكتمشى شويه، وليني ملي كيحبس الترويض تتبرك عاوتاني، كنرجعوا نبداو من الاول. حنا بغينا الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معنا الله يجازيكم بخير لوجه الله. اشوفوا من حاله الدريه هي مسكينه، هي عندها احلام وعندها وقاريه وخدات مسكينه دبلومات، وباغا تخدم دايره ديك اجو دي ريستوراسيون، باغا مسكينه تخدم حتى هي، ودايره دبلوم ديال الخياطه، عندها اتيستاسيون في لانفورماتيك، باغا مسكينه. ولكن الحمد لله على كل حال، مسكينه شدت الفراش 4 سنين هذه، وكنطلبوا سيدي ربي والناس المحسنين يوقفوا معنا ويعاونونا، الله يرحم الوالدين. اختي سعيده، يعني شنو الرساله اللي ممكن انك توجهها للمغاربه عبر هذه القناه تشوف فيه بفهم الوضعيه اللي فيها انت؟ كنقول لهم الله يجازيهم بخير، يشوفوا من حالي يعاونوني باش نوض، بغيت نوقف على رجلي، عييت من الناس 4 سنين ما كنتكلمش، تخيل 4 سنين وانا صغير على ظهري ما كنتكلمش، حتى جنب ما كنقدر نتكلم بيه، لا تكلم جنب اليمين كنبقى نكحب بزاف وما تنقدرش، تعياو ليا اصلا دغيا. كنطلب من الناس المحسنين الله يجازيهم بخير يشوفوا من حالي، انا ما باغاش الفلوس، انا باغي غير يعاونوني يوقفوا معايا حتى نبرع حتى نوقف على رجليا ان شاء الله، الله يجازيهم بخير. هادشي اللي غادي نقول لهم. الله يجيب لك الشفاء، امين. الله يجيب لك الشفاء. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه تشوف تي في مباشره من مدينه سطات، معنا هذه الحاله الاجتماعيه والانسانيه الصادمه ديال هاد الاخت سعيده، اللي انها دارت واحد العمليه جراحيه على العمود الفقري هذه مده 4 سنين، 4 سنين وهي شاده الفراش. كيف ما تكلمات الاخت، يعني شابه في مقتبل العمر، عندها شواهد، عندها كان عندها امال وعندها طموح انها تكمل الدراسه ديالها وتكمل العمل ديالها، ولكن شاءت الاقدار. كتوجه هاد النداء عبر قناة شوف تي في للمحسنين وذوي القلوب الرحيمة والنيات الحسنة أنهم يتعاطفوا ويوقفوا مع الحالة الاجتماعية ديال الأخت سعيدة. كنشكركم متابعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، في انتظار يعني التفاعل والمساعدة ديال الأخت سعيدة، والله سبحانه وتعالى ما كيضيعش أجر شي إنسان دار شي عمل ديال الخير. مجددا كنشكركم المتابعين الأوفياء، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر مع حالة اجتماعية وإنسانية جديدة.